شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف ثروة شمال مراكش. كشفت شركة الاستكشاف والتطوير أتيريان المدرجة في بورصة لندن عن اكتشاف مواقع غنية بالنحاس بنسبة 4.43% و 3.11% من عينات الأعمال الجيولوجية التي تم إجراؤها على مشروعها. ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مختصة في مجال التعدين، فإن هذا المشروع يغطي مساحة تزيد عن 45 كيلومتر مربعا شمال مراكش. وأضاف الموقع الذي أورد الخبر أن أتيريان تمتلك حوالي 15 مشروعا للاستكشاف عن النحاس والفضة وغيرها من المعادن، تمتد على مجموع مساحة 760 كيلومتر في المغرب. ومن وجهة نظر الشركة فإن هذا المشروع يعد بنتائج مشجعة مثل جميع مواقعها الأخرى، لأنه يقع بالقرب من بنية تحتية جيدة بما في ذلك الكهربائية والسكك الحديدية. يضيف الموقع الذي أورد الخبر استنادا إلى الشركة ذاتها. نشكركم على حسن المتابعة.